مستمعين الله يبارك فيكم يا ربي. يا عمي بس أكيد إذا بدك هسه لا لا إحنا مش حسد أكيد يعني، بالعكس إحنا مبسوطين يعني. مبارك بالتأكيد هذا المنصب، وإحنا دائما بنقول هذه المسؤولية هي تكليف وليست بتشريف، وبالتالي على مدار 4 مرات متتالية استلام وتسليم وبانتخاب من المتواجدين أو يعني بإجماع الرأي العام على اختيار محمد ياسين، وبالتالي ما التحديات خلال هذه الفترة سواء السابقة أو حتى التي تواجهكم في هذه اللحظة في تولي مهام هذا المنصب؟ صباحك صباح جميع المستمعين، والله يبارك فيكم جميعا، وحقيقة الله يعيننا على الحمل يعني، وبثني على أنطوني الثقة، بشكرهم جميعا وإن شاء الله أن أكون عند حسن ظنهم إن شاء الله زي المرات السابقة. حقيقة يعني بجوز هاي الانتخابات هذه المرة تختلف في نوعية معينة عن الانتخابات السابقة، إنه كنا تحت شعار الوحدة العمالية ما بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برأسي الهرم حيدر إبراهيم وشاهر سعد وان اثنين من اجل تجسيد الوحده العماليه على الارض وليس في المكاتب وليس مرة المكاتب مثل ما طرحت انا بجوز في المجلس النقابي الاعلى في رام الله، بدنا اياه على الارض. بجوز كانت عندنا امور كثيره معلقه بالفتره السابقه بالنسبه لنقابه النقل، وكان يجب ان نعقد المؤتمر من اجل ان نتحرك على الارض ضمن العمل النقابي القانوني المهذب اللي يعني حقيقه ينمو عن تفهمنا لمعنى العمل النقابي. فكان اول اجراءاتنا يجب عقد المؤتمر والتجديد شرعية النقابة من خلال وزارة العمل الفلسطينية، مشكورين كان في تمثيلهم في المؤتمر. كان عندنا تحديات عديدة، ومن ضمن هذه التحديات هي راح تكون وكنتوا في أولها أنتوا، إذا بهمني أنا بجوز وزارة المواصلات أنها تحديات معها، ولكن أنا بهمني في النهاية السائق وأبناء السائق. والتأمين الصحي هذا أكبر تحدي بعتبره أنا بنفسي، يعني أنا ما أخذ عهد على نفسي إن أحقق كل هذول السائقين. وكانت في بعض الملفات يعني شوي شائكة في موضوع التأمين الصحي، هل تم إنجازها ووزارة الصحة في هذا المجال كتحدي يمكن يعني الانطلاق به من المؤتمر الرابع؟ حقيقة احنا بجوز بموضوع التأمين الصحي احنا جميع الأطراف حتى في وزارة الصحة متعاونين ومتساهلين في موضوع التأمين الصحي، لأخونا مدير عام التأمينات الصحية أوجد بعض يعني في عنده قوانين هو زي ما بدأ الأخ إنه يجب تطبيقها، بس ولكن القانون ما بنزلش في المحيط وبطلعش، لا بنطال مش صخرة في المحيط، واقع هو يعني بتعدل القانون. يعني أنا أخذت عهد على إنه تكون أول شغلي اللي راح تكون إن شاء الله اللي هو موضوع التأمين الصحي اللي أنجزه إن شاء الله في أقرب يعني زمن ممكن إن شاء الله. يعني محمد أنت معروف بأنك محارب شرس في المطالبة في حقوق السائقين بشكل عام، يعني عدا عن هذه القضية هنالك قضايا تتعلق بحقوق وواجبات للسائقين بتوفير مقومات والحد الأدنى من مقومات الخدمات الأساسية التي يجب أن توفر. إحنا بنتحدث عن متطلبات وقائمة من هذه المتطلبات المتكررة للسائقين، كيف بتم التعامل مع هذه المتطلبات وفق ما هو متاح لديكم من توفير؟ إحنا حاليا أساس ما نشعبش الأمور كلها في حملة حاليا في ضمن نطاق الأساسيات اللي عملناها اللي هو عمل ممثلي خطوط لكل خط من الخطوط الموجودة عندنا في المحافظة حتى أعرف شو كل خط متطلباته. احنا بجزء الامكانيات الماديه انها ضعيفه جدا، ولكن يعني شهاده افتخر فيها منك وفاء اني محارب شرس رايح اوفر في كل الطرق، اني اوفر اي شيء للسائقين حتى لو نعمل دورات مانعه، لو نعمل اي شيء، لو حتى اخلق معهد في عنا اتصالات مع مؤسسات اشتغلت معنا واخذنا الثقه واخذنا شهادات من هاي المؤسسات كنقابه نقل في محافظه طول كرم بالنزاهه والشفافيه في عملنا، وكانوا على استعداد تام لتقديم ان اي تسهيلات راح نكون فيها. احنا هسه بصدد ممكن نعمل دورات للسائقين للحقوق اللي له والواجبات اللي عليه، ولكن احنا بجوز تقول الحقوق والواجبات اي سائق بده يسمعنا هسه بده يقول لك الاتعاب. عندنا مشكله في موضوع الاتعاب العماليه بالنسبه للسائقين، لانه السائق ليس يعني خلينا نقول مش زي اي عامل ثاني بيشتغل شهري وبيشتغل نسبه مئويه، واصحاب العمل بيقول لك بما انه بيشتغل نسبي هو شريكي. شايف في خلاف يعني خلاف كبير جدا ما بيننا وبين أرباب العمل الزاوية القانونية، لأنه بالفعل هو موضوع يعني شاغل البلد كلها بخصوصا للسائقين، أنه أنا صلي 20 سنة بشتغل بيطلع ليش أتعامى بيطلع لي. الزاوية القانونية من خلال استشاراتكم معرفاتكم هو بالفعل يحق للسائق منه يحصل هسا بالسوابق القانونية السابقة؟ حصل
حصل واخذ اتعاب. هسه وبعض الاصحاب يعني اصحاب العمل خلينا نقول بقول لك لا بيطلعلوش هو شريك. يا اخي شريك كيف لما انت تقول ثلاث اثلاث للسياره، ثلث له ثلث لصاحب المركبه ثلث للمركبه. طب لما المركبه تعمل بنشر بيعمل حسابه قاعد السائق، ولما بيغسلها بيغسلها حسابه من الثلث تبعه يعني. ولما بيجي بوقف بيدفع كميسيون 20 شيكل باب مكتبك، ولما بيخرب بيات شيء مرات بيصلحه. فهي الامور كلياتها، هاي الامور كلياتها او كل الامور اللي احنا بنحكي فيها في يعني مهارب قانونية بيحاولوا يطلعوا منها أو بيحاولوا يعملوا من خلالها إنهم يتهربوا منها ويقدروا يعملوا أي شيء ثاني. ولكن إحنا لا بصدد إنه إحنا إن شاء الله حاليا في صدد تعاقد مع محامي من أجل إنه يحل جميع هاي القضايا، وبجوز كان إنه سابقا مع محاميين ونجحنا وأخذنا قضايا في وهذا كبيرة. فيما يتعلق في بعض خلينا نقول المحاور التقاعد أو يعني أو الرواتب اللي ممكن تطلع لهم كمستحقات وما إلى ذلك. لكن اليوم في قضية بارزة وتطفو على السطح، مع أنها هي قديمة حديثة، موضوع العدادات ورضا السائقين وعدم رضا السائقين. هز راس محمد. بس خلينا نحكي، إحنا بنحب مرات ننقل رسائل السائقين اللي بتصلوا علينا بيتواصلوا معنا، وكجهة ممثلة شرعية أساسية قانونية لهم، فنشوف إحنا برضو شو وجهة نظركم من هذه القضية. يعني السائق بقول أنا ما عنديش مشكلة أطبق القانون، لكن في المقابل المواطن بديش إياه. المواطن أنا بقول إحنا بنلاقوا صعوبة مع المواطنين وبنتمشكل وبصير طوش بيننا وبين المواطن عن المصاريف، وناهيك عن بعض الرسائل من السائقين بيحكي لك إنه هاي التجديد فقط لعملية تحصيل وجه باي وانتهى الموضوع، بعد سنة راح يرجع الموضوع. انتوا شو تحركاتكم بخصوص هذا الموضوع؟ كل سنة من 1/1 لغاية 30/4 من عن هاي المعاناة. هاي وزارة المواصلات تخرج إلينا إنه يجب إنه على جميع أصحاب مكاتب التاكسي في المركبات اللي عندهم يروحوا يجددوا العدادات على أساس يدفع على كل عداد 200 شيكل. بتطلع فيه هيك وبقول له هي 200 شيكل خلاص روح انت صرت ببطل بعدها. اسمع يعني انت هسه لك الموجة خفت خلاص، الأكثر راح خالفوا خلصوا مخالفات خلص انطيهم العافية دفعوا 200 شيكل. احنا المشكلة بالنسبة انا كمواطن كعدادات على المفروز اللي بيشتغلوا فيها حاليا، برفض اطلع مع السائق بعداد. انا بطلع قاعد الان من بيتي لارتاح بسبعة شيكل 8 شيكل. اذا بشغل عداد السائق اللي انا من بيتي لارتاح بدي 12 شيكل. صحيح. هسا انا يا اخي فتحة العداد ما بتفتح على 3 شيكل، هم فاتحين على 3 شيكل 3 شيكل ونص 4 شيكل مع الطلب شيكل ونص الوصول لمكان. اذا كان إذا تجيني من المكتب. طيب أنا عندي 5 شيكل ونص هدول هيك هدول بدي أقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي والله ما هم المواطن بكفي أنا بقول، والسائق بكفي. ارحمونا شوي، انزلوا على الشارع، انزلوا على الشارع، انزل عن هالشجرة وتعال امشي مع المواطن يا مسؤول. انزل يا سيدي العزيز يا مراقب مرور، شوف الناس كيف تركب بالسيارات. انت ما بتركب عمومي قاعد، هي واحد. اثنين، انت انا بدك اشغلهن، بدي اشغلهن يا سيدي. على اي اساس اشغلهن؟ ما المواطن قاعد بطلب بالتاكسي الخصوصي. عندنا المركبات الخصوصيه بتشتغل في طول كرم او في محافظات الضفه، بديش اقول طول كرم، بقول هسه محمد يزيد خصصها في محافظات الوطن اكثر من العمومه. صار صاحب العمومه يبيع التاكسي العمومي مع الرقم ويروح يشتري ثنتين خصوصي ويشتغل عليهن. الطلب ابو 7 شيكل ابو 8 شيكل بخمس شيكل. لا بدفع لا ضريبه ولا بيرميت ولا تأمين ولا اشياء بدفع. طيب يا اخوان يا وزاره المواصلات الحكونا امسكوا هالقطاع، والله العظيم فلسطينية احنا اقسم بالله. الشوفرية فلسطينية من الشعب الفلسطيني مش من برا. يعني لا راح من سائق ولا راح من صاحب مركبة ولا راح من اي شيء. انا بجوز بالنسبة لي ما حكيتش في العدادات وحكم هاي الاخوان في مواقع اخرى، بس انا بقول لا على العدادات لغاية هاي اللحظة، لانه العداد لما بيفتح 5 شيكل ونص انا والله ما بقدر. طب الدعوة لتنظيم هذه الاشكالية الكبيرة اللي بتتمثل بالعداد وفتحت على الموضوع الخصوصي والتراخيص و كيف انتو كنقابة راح تعملوا على ضبط هذا الموضوع بالتعاون مع بقية النقابات في مختلف العراق؟ اول شيء اتمنى انا من خلال برنامجكم الاخوان في مكاتب التاكسي شكلوا هالنقابة ونطلع ونتعاون مع بعضنا، لانه مش تخصصنا احنا كنقابة نقل ان ندخل على موضوع مكاتب تاكسي، لانه بخص مكاتب التاكسي هاي احنا قلنا في السائقين. احنا بجوز في عنا مشاكل عديدة ومنها البساطة اللي نزلت هسه سيارات، وانه في يعني انا لما بيجيني خط عنبتة طول كرم 3 بساط عليه رايحات طول كرم عنبتة كفر اللبد، طول كرم عنبتة كفر رمان، طول كرم عنبتة رامين.
أي والله الآن بتلون هم مليون نسمي ما نزلون 3 بساط. فإحنا في أنا قضايا عديدة من هالبساط من لوحة التعريف, مشاكل السائقين على الخطوط نفسها, في أن خطوط حقيقة مكتظة بالسيارات ولا يجب أنها تنتقل, يعني نفتح يعني تنقل ما بين الخطوط لأنه هذه لغاية لحظة. في أن العديد من القضايا بنستنى يعني أن إحنا نحلها في مشاركة مع وزارة المواصلات في طوكيو. طب يعني الاستلام للمرة الرابعة, ما التطلعات المستقبلية بالنسبة لكم؟ يعني ما الخطة الجديدة التي سيتم اتباعها على باختلاف عما تم اتباعه سابقا من ربما رؤى أو حتى هيكليات مختلفة؟ أنا حقيقة هي كانت المرة الرابعة, هي من أصعب المرات راح تكون بالنسبة لنا, لأنه حقيقة إحنا تركنا مشاكل عديدة وجينا هسه على موضوع منظم وعلى وزارة بتقولك بدي أطبق القانون, وإحنا أول ما نطبق القانون ومع القانون, ولكن ليس على حساب السائقين. بجوز عنا تطلعات عديدة, اللي هو أول شغل إن إحنا بدنا نروح لتنظيم الخطوط وإيقاف الاكتظاظ اللي على الخطوط موجود. اثنين, نوصل رسالة للمسؤول في نقابة قبل ما تأخذ أي قرار في أي سائق. في نقابة يا أخي, احترمها يا أخي ورجع لها, بيجب أنك تحترمها, لأنه بتوقع أنه هاي الألف بني آدم أو 500 أو 300 أو 400 اللي اختاروا هاي النقابة, اختاروا مين يمثلهم, مين يحكي معهم, مش تروح تنقل سائق من خط لخط زي ما بدك على مزاجك. في نقابة شاركها في الرأي. طب والمواطنين أو خلينا نحكي السائقين متعاونين في آلية أنه إحنا لا نرجع لنقابتنا في أي مشكلة لهذا الموضوع؟ حقيقة يعني بجوز كانت الفترة السابقة لا, أما حاليا لما بجوز بتعاون عديد وشافوا النقابة شو أنجزت وشافوا مرجعيات النقابة, وبجوز الكل صار كله ما تحكي معه يحكي مع النقابة, أدرك أنه يجب أنه يكون فيه له جسم نقابي ويجب أنه يدافع عن جسم النقابي, فصرت تحكي مع السائق كله كان في عند النقابة روح للنقابة. نعم. فموضوع عملية التزام بالدفع, أنا من خلال برنامجك ده كل السائقين 25 شيكل بالسنة يا أخي, والله حرام. اتفحن اتفاحن وخذ كل حقوقك في هالنقابة. في إن إحنا اتفاقيات موقعينها كنقابة لحد هسه السائقين مش مستفيدين منها. تعال يا أخي ادفع 25 شيكل وخذها وخذ حقوقك في مستشفى الزكاة. مشكورين جدا دكتور حاتم ملاك. نعم. واللجنة الموجودة معها اللي أنطونا اتفاقية حقيقة تخدم السائقين والإخوان في جمعية الزكاة المريض. يعني في تعاون, من جهات عديدة وبتقدم خدمات. بس يا سائق تعال ادفع اشتراكك عشان تأخذ خدمتك. يعني بنفس الوقت ما بقدر أروح أقوله فلان عندي هو مش مسدد اشتراكه. طب راح تعملوا على تعزيز اللقاءات والاستطلاع من السائقين من خلال ندوات مؤتمرات ورش عمل لحتى بالفعل تكونوا قريبين أكثر والاطلاع على الهموم بكافة تفاصيلها, وإيش يعني كسائق إيش بيرجو من نقابته؟ يعني أنا حقيقة بداية حديثي قلت لك أول تطلع أننا رايحين نشكل ممثلي خطوط لكل خط, أساس أنا كل أسبوع اقعد مع ممثلي الخطوط ونبحث كل خط شو شو في جديد عندك, شو في عندك جديد, انطيني شو في عندك جديد نتعاون لحله. هسه في ناس يعني للاسف الشديد اخوي خالد انه ما بفرق ما بين القانون وبين الخاوه. في شيء قانوني انا ما بقدر احكي فيه, في مسلمات قانونيه يجب ان اتعاون مع الوزاره فيها واقدم تسهيلات الوزاره, وبنفس الوقت احفظ حق السائق في الخط في خط الرجعه. هاي الامور كلها احنا الحمد لله رب العالمين بلشنا نوقف فيها السائقين. هسه صار هدفنا الوحيد, احنا وصلنا لنتيجه مع السائقين بجوز من اسبوعين, احنا في جلسات عديده بدنا نقدم اكبر خدمه للمواطن. بدنا ياخذ كلامك عن الفرش من المطار انصير كسائق الله, يعني سائق العموم من خلي يصير منافسة قوية جدا. ودعاية السائقين قدم خدمة للمواطن, بدنا المواطن يقول بدي اركب مع العمومي, بدي اركب مع فلان وعلان تاني, بدي اركب مع تاكسي العمومي. وفعلا ابتدينا في الخطوة وابتدوا سائقين يتجاوبوا, وفي مناطق ان احنا سكرنا على بديش اقول على شغلات احافلات سكرنا عليهم وبلشوا الناس يرجعوا للتاكسي, لانه بدايه يعني انت من سنه 2000 لغايه اليوم ما فيش حافلات, ومره واحده نزلت حافلات الناس دشعت على الحافلات. هسه بلشوا سائقين ينطوا الخدمه اللازمه, بلشوا يفوتوا بلشوا يوصلوا, فالحمد لله رب العالمين رجعت الثقه ما بينه وبين المواطن. وهذا الشيء اللي بنامل فيه انه بالفعل كسائق كمواطن وكنقابة وكوزارة يكون ضوء متكامل للوصول إلى شيء جميل ومفيد للجميع. وبالتأكيد كما ذكرنا سابقا أن القتال من أجل القضايا والحقوق الشرعية القانونية بالتأكيد مستمر من قبل نقيب سائقي النقل العام في محافظة طولكرم محمد ياسين. شكرا جزيلا لك, نتواصل وإياكم وهذه المرة الحديث عن النقش على الفضة.